السلام عليكم متتبعين ديالي. اليوم ما بقاش الوقت باش نعوض الله هيا ونعوض راسي، حيت بعض المتتبعين ديالي كيطالبوا مني كيقولوا لي عوض راسك، ولكن ما بقاش الوقت اخواتي. مرحبا بكم. واحد النداء موجه للكب ديال مرتين، كدعيا تحفر الحفرات ولكن غطيح فيهم، كدعيا ما تحفر الحفرات ولكن غطيح فيهم. كاينش اللي رباح عندك انك باغي تعلالي مع الاخت عائشة لافاريتي، انني تفاهمنا انا وياك غنزب لهم طلعوا المشاهدة. انا علاش غنطلع المشاهدة؟ واصلا المشاهدة طلعة بلا ما ندخل معاك بشي اتفاق ولا هاديك. الاتفاق اللي كان بيناتنا هو انت انك كنتي بحال كلب كترغبني عندي، قل لعائشة انك جيتي عندي للقهوة ورغبتيني. الله يرحم يمك، انا ما عندي معاك والو، علاش كتقول عليا ود الحرام؟ هذا الاتفاق اللي كان، والاتفاق اللي عملت بيني وبينك هو انك ما غتجبدنيش وانا ما غنجبدكش، وكل واحد يديها في سوق كارو سوق راسو. هذا الاتفاق اللي كان بيناتنا، ولكن دينا زعماك كخادم مطور زعما كاش احنا عملنا اتفاق، انت تزبل من هنا وانا نزبل من هنايا وانا نطلع المشاهدة. هذه الدناءة كتسمى هذا، ولهلا كيطلع يما هاد القناة انا ودا ندخل نعمل اتفاق مع شي واحد نزبل بشي واحد، لهلا كيطلع الراس هاد يما، وانا كنقولها لك من هنايا. اهدر قل لي بغيتي، انتينا حور، شكون كيتصنت لك وشكون كيسمعك اصلا؟ قل لي بغيتي، واش انتينا شي شخصية معروفة باش الناس كتسمع لك وغيطيقوك؟ الكذاب كتطيقو ما غير يماه، الكذاب كتطيقو ما غير يماه، ولكن هاد الام ديالك راه ما كتعز عليها، كتقول راضيه عليك ورباتنا وهاديك، ما كتعزش عليك مسكينه، كتجمع فيها الدعاوي. خطا عليك السيده صاحبي، خلي يمك تدي شي حاجه د الاجار، وخلي ديك الحجه حتى هي تدي شي حاجه د الاجار. راه البشر كلشي كيزبل فيك، كلشي كيزبل فيك، وكتجبد كتجبد يمك مسكينه. انا ما نقولش عليك على يمك على شي حاجه، يمك مسكينه خليها تيساره مسكينه، كتجيب لها ما غير الذنوب. دابا انت اللي كتشوفك كتهضر هايداك وكتقول مربي، شنو كيقولوا الناس؟ كيقولوا الله يخليها سلعه هاد المراه اللي ربات هاد الكلب، يعني مسكينه كتجمع لها الذنوب. ويمكن هي تكون شي مراه مزيانه الله يعمرها سلعه وسيده ديال الله، حيت الناس القدام كاملين ديال الله، وانتينا كتجمع على الزبيل. دابا اللي كيسمعك كتهضر سفولي هيداك، واحد تنسيبتك تنسيبتك والحجه، الحجه اللي كتقدم لك الدعم بيدا، كتقول الله يخليها سلعه على تربيه. هذه بيدو مراه وما بيدهم كيقول، ما يمكنش تكون المراه حره وغتكون كتسمع شي واحد كيهضر بهذه الطريقه هاديه، غيقولوا الله يخليها سلعه، التربيه دوله السوق. ولكن كنقول لك انا كاش ما عندك ما تحفر، انا عندك ما تشعلالي مع الاخت عائشه، ولا انا ما عندك ما تربح مورايا. عائشه كانت كتعاونني ديما بلا ما تكون لا انت لا غيرك، وبزاف عليك باش عائشه تخسر عليك ريال اننا نطلعوا نهضروا عليك، ولا نطلعوا نهضروا على الكلب ديال بلجيكا. هذاك الكلب ديال بلجيكا اللي كينصح المغربيه تيسترو راسهم يستر مراتو، اللي محسنه الفريزي بحال راجل ما تعرفها واش راجل ولا امراه، وبنته اللي 12 سنه لا ما جبتش بنت، الله يسمح لي يا ربي يسمح لي على هذه الهضره، ما غنجبدش بنته. ولكن مادام غيستر المغربيات وغيستروا الاخت رشيده، يستر ما غير مراته، يستر مراته، غادي يمشي يستر عباد الله. وتحياتي وسلام عليكم.